الله اكبر استبات يا شباب يا عمليات ربيع يا زير يا عمليات حكيني شو سادس سادس طعم النظام اليوم باقتحام على جبهة بيت نايم من جهة مسبح سلسبيل وقام جماعة النمدال عندنا إن شاء الله في جيش الإسلام تصد لهم عطل الدبابة عطل شيركة على جبهة بيت نايم وقتل لهم شعراء بالعشرات على جبهة بيت نايم ها هم تم تدمير الدبابة على يسار مسبح سلسبيل إن شاء الله وعطل شيركة بالكامل وسحب الجثة لهم إن شاء الله مهد علمان أربع شوي والله ما مبين زين هي الأخير هي